السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد بعمله يوصل لكم أول ما بينزل على طول. مسرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حريق منزل بسبب تسرب غاز بكرداسة. خبر بيقول لقى شخصان مسرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بسبب حريق منزل في كرداسة بسبب تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز. وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه ونقل المتوفين والمصابين للمستشفى. تلقت غرفة عملية شرطة النجدة بلاغ بنشوب حريق داخل منزل في كرداسة، تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه وتمت عملية الإخماد.